هي سفرة رمضان وخصوصياتها وطقوسها المعتادة، لا بد من الاستعداد لها في كل الأحوال وتحت ضغط أي ظرف. هكذا بدت العوائل العراقية التي استعدت هذا العام لاستقبال شهر رمضان على الرغم من الوضع الاقتصادي المتردي عند أغلبها. سفرة رمضان تريد العنده يشتري والما عنده الفقير ما يشتري. أرجو منكم إن شاء الله ترخصون لها الفقراء، ورمضان إن شاء الله علينا وعليكم على أمة محمد إن شاء الله يا ربي. معتادين حالنا حال العوائل العراقية، كل سنة نتبضع من الأسواق المحلية الموجودة، نتبضع وش نحتاج لشهر رمضان، لأن شهر رمضان له خصوصية يعني من المسواق من التحضيرات. بس يعني لاحظنا صعود الأسعار، لاحظنا صعود شيء معتادي يعني، والفقير راح يظل بحرمان وراح يظل ما يقدر يوفر العائلته يعني بطل الزيت ربما ما يقدر يوفرها، لأن هسه بطل الزيت ب 2000 دينار إلى من 2500 إلى 3000 بطل الزيت، يعني من تيجي تقيسها وتقارنها يومية العامل 10000 دينار وبطل الزيت، يعني جريمة بحق الإنسانية. احنا الناشد من خلالكم، الناشد من يهم لها أمور، الناشد الدولة إذا كانت إذان صاغية وتسمع لنا وتسمع للفقير، لأن الرسالة من رمضان هو أن توصل الخير لباقي المسلمين والباقي الناس، توصل لهم الخير، مو بس أنت تأكل أنت وعائلتك، الناس هم محرومة والناس ما عندها والناس تعبانة. وبقدر المستطاع والممكن في ظل ارتفاع الأسعار ارتفاعا كبيرا من مصادرها الرئيسة، أصحاب المحل حاولوا جاهدين تقديم المساعدة للفقير وأصحاب الدخل المحدود. فالترحم في شهر الرحمة رمضان مطلوب تحقيقه على أرض الواقع لا تنظيرا فقط. احنا أصحاب المحلات حاولنا بقدر الإمكان نساعد المواطن، بس بالأول وبالأخير هي الأمر مو بيدينا، الأسعار صعدت، التجار صعدوا الأسعار، الدولار صعد سعره، إضافة لأنه الدولة منعت الاستيراد، كلها خلتنا مضغوطين جدا. بس مع كل الأحوال احنا حاولنا قدر الإمكان نساعد المواطن وخصوصا الفقير اللي ما عنده حتى بلاش ياخذ. الخلل مو بينا، بسبب التجار مصعدين اسعار، احنا ما نقدر نبيع، بس نحاول قدر الامكان ننزلها ونساعد الفقراء يعني قدر المستطاع. يعني التجار مصعدين احنا بنتمنى يخفضوها حتى نساعد الناس. احنا هسه نص المسواق نبيع بفلوسه بسبب التجار، لان كلها صاعده يعني الى درجه. يعني جرت العادة أن تكون سفرة رمضان لها استعداداتها الخاصة، لكن ارتفاع الأسعار وضيق سبل العيش عكر صف هذه الاستعدادات وحجمها. من صلاح الدين فراس الحسني، التغيير.